واش في خباركم كاين موسم ديال الزواج في المغرب كيحضروا ليه المئات ديال العازبين والعازبات وفين المراه هي اللي كتختار الراجل اللي باغا تزوج به؟ ايميل شيل هاد القريه في الاطلس الكبير كيكون فيها كل عام واحد الموسم اللي البنات عندهم الحق يختاروا الراجل اللي يتزوجوا به. هاد الموسم كيحتفلوا فيه بالحب لمده ديال 3 ايام وكثر من 600 شباب وشابات كيجيو ليه. هاد التقاليد ما كاينين في حتى بلاصه واحده اخرى، وهنا كتعطى الحريه للمراه هي اللي تختار وتقول مع من بغات تزوج ما بين الرجال اللي كيكونوا في هذا الموسم. كيكون عندهم الحق انهم يديروا موعد سريع فين كيتعرفوا على بعضياتهم. وفي هذا المهرجان ديال الحب كيكون عرس جماعي كل عام فيه كاع الشباب والشابات اللي اختاروا بعضياتهم بكل حريه. ولكن منين جاوا هاد التقاليد؟ الاسطوره كتقول ان واحد الجوج كانوا كيبغيو بعضياتهم والعائلات ديالهم والقبائل اللي كانوا جايين منهم كانوا ضد هذا الحب المستحيل، هادشي اللي خلاهم يدخلوا في واحد الحزن عميق. وكيقولوا انهم ماتوا في وسط الدموع ديالهم واليوم ولو جوج ديال البحيرات اللي كاينين في ايميل شيل، وحده سميتها اسلي اللي هو الخطيب وحده اخرى تيسليت اللي هي الخطيبه. والديهم كانوا قرروا ان كل عام الشباب والشابات ديال هذه المنطقه يكون عندهم الحق يختاروا بعضياتهم بكل حريه وبلا ما يدخل فيهم حتى واحد.